السلام عليكم، مباشرة من رشيد شو. مرحبا بكم في هذا اللايف. هذا مرحبا بكم معنا في رشيد شو، في هذا اللايف اللي حاضرين معنا فيه جوج ديال الفنانة كتبغيوهم. اليوم معنا فنان مغربي دوبل كاسكيت هذه المرة، هذه ممثل ومخرج، باقي ما دورش كاميرا مازال ما عرفوكمش. اليوم غنخليكم نتوما، الان كيشوفونا اكثر من 3000 واحد. اليوم غنخليكم نتوما هاد الضيوف اللي حاضرين معنا تسولوهم، والاسئله اللي غتسولوهم غادي نطرحها عليهم وغدوز مباشره في رشيد شو في الحلقه. تصفيقات حارة عفاكم على رشيد ولي وبودان. بنت لي جليلة تلمسي داخله معنا في اللايف، والله العظيم جليلة تلمسي انت اللي خصك تطرحي السؤال دابا. طبعا جليلة تلمسي كانت ممثله معكم في الفيلم، واحد سولك اسمه حموده قال لك شحال من دار عنده بودر، جاوبه قال لك شحال من دار عندك ما يحسب ليك. شنو هو العمل المفضل ديالك؟ سولك ايا بلاتي العمل المفضل ديالك رشيد. واحد سولك شنو هو العمل المفضل ديالك؟ العمل المفضل ديالي من الاعمال السينمائيه كان صارت احلامي بديت فيه، وكان فاق الخيال عليا، واديو ميغ القلده الماضي لا يموت. هادو كلهم من الاعمال اللي كانوا طرات عليا بزاف. هي من الاسئله واحد ليلى قالت لك رشيد بالنسبه لي احسن ممثل. الله يحفظها، ميرسي. الله ينور. رشيد قال لك شحال من ولد عندك؟ عندي جوج ولاد، سليم وادم 26 و24 سنه. وبودر حضر معنا اليوم تا هو، شنو تبغي تسولو بودر؟ نعم. الكوميدي ديالنا الرائع. مرحبا. جليلة تلمسي كتسلم عليكم. قالت لكم كل الحب. أيوبي ترافل سولكم قال لك مول صاحبنا قول له علاش النوم ما حلاش. سؤال تافي. رشيد صغار وزيان تبارك الله ما شاء الله، انا كنقول عليكم كل شيء. بودر قال لك شنو الجديد ديالك؟ الجديد ديالي التغنية ديك سبيكتاكل، لا تغنية ديالي ان شاء الله، اي دو فيلم جوي اوت، لولو لا سويت في تيفا، اي فوت فلاشيت خاص فيلم اللي كتبت. رشيد قال لك واش فيه تنصب عليك؟ لا الحمد لله ما تنصب عليا، كاين ناس ما خلصونيش ولكن ما تنصبش عليا. قال له شمتك؟ قال له عرفتك. انا كنحاول ما نقراش كاع هذا لان كاين. الحلم ديالك سي رشيد، شي حد قال لك شنو الحلم ديالك؟ موت مع عائلتي ووليداتي ومنع الذبح. ياك ليلى غوم قالت لك بودر دير لها ديديكاس. ليلى ليلى غوم غوم ديديكاس، حياتك ان شاء الله، لا سونتي، لا في، بلان بروسبيريتي. طب واللي عنده شي سؤال بخصوص الفيلم ديال طابع، الفيلم ديال رشيد ولي اللي كاين الان في القاعات السينمائيه اللي بغى يمشي يشوفو، فيلم اللي كيحكي قصه ديال واحد راجل اللي بغى يمشي من فرنسا حتى المغرب باش يموت في بلاده الطريقه اللي هو كيختارها. ولا التذكير الفيلم بطبيعه الحال حصل على جوائز كانت مهمه، جائزه احسن سيناريو، جائزه لجنه التحكيم،
جائزة أحسن ممثل وواحد مجموعة شفتو شارك مهرجانات اللي كانت مهمة بالنسبة لي، حيت كاين مهرجان اللي كيكون 500 ولا 800 فيلم إلا اختاروا فيلم كراهة يعتبر جائزة. شحال في عمرك أبو دار مريم؟ أنا 37 كدا عمري بدرجة. شيماء 13 00 كتبت لك on peut voir le film en France. Est-ce qu'on peut voir le film en France? Oui, il y a. Il y a في جويلية ما بين 5 و 10 جويلية غادي ندير نكمل لا تورني ديالي ان شاء الله في فرنسا وتجي تشوفها مرحبا بها. بالنسبة للتوزيع كان نصب عليا اي كان في الفيلم الاول يما عند واحد الموزع كان سويسري بلجيكي وما ما بغيتش نعاود التجربه. شي حد قال لك علاش داير الطربوش ابو دار؟ باش تكارديو الشو بزاف. يا سلام سلام، تحيه لكم من مدينه صفرون. الناس ديال صفرون كيسلموا عليكم. شنو هي اجمل مدينه عندك ابو دار؟ بو عرفه وفيكو. تحيه لفيكيك وبو عرفه. خصهم يديروا لنا الطياره في كان الايروبور بو عرفه. صبي لي يحيوا على سيدي. كانوا في عرفه. كانوا ان شاء الله. قول لي شنو قالوا لك شنو هي اللقطه اللي اثرت فيك انت في الفيلم؟ انا هي فاش كاين العربي كيوصل كيدخل الارض ديالو كيلقى ماتت لانه قطع عليها الماء نهار اللي مشى وكيبدا يبكي وكيهز التراب من الارض وكيبوسو. حتى انت كنت قلت لي نفس فعلا مشهد لان بعض المرات واخا انت من مورا الكاميرا ولكن لا كاين شي حوايج كتعيش معاهم لان دوك ما كنتش خليته شرحت له الموقف وتبعته الكاميرا مور ظهرو وخليته هو يعبر على الحوايج اللي كانوا صادقين وهذيك الوقت ما تعرفوش. شاهد سولكم واش كتعرف مدينة جرادة؟ لا وصورنا في جرادة جزء من الفيلم صورته في المناجم ديال جرادة. لا مناجم ديال جرادة. نعم. في المشاهد الأولى هادو. المشاهد اللي فيهم الدراري. شيماء الفنانة شيماء عبد العزيز كتسلم عليكم. واش رشيد الوالي كيوجد فيلم جديد هذا جاوبتي عليه؟ قريبا ان شاء الله. رشيد سلامي لكم من الاطلس المتوسط خنفره جوهره الاطلس. شي كلمه في حقنا قالوا لك؟ الله يحفظكم وكنحبكم الناس ديال الاطلس والناس الجبال دائما كيبقاو محافظين على واحد الروح زوينه كانها لا تلوث بما بالاشياء اللي كتلوث مع الاسف المدينه. ما خطا الى دخول البورتابل الجبيح ديالو بالطريقه البشعه اللي وصلها. تبارك الله عليكم. تصفيقات حرة اليوم. شكرا لكم.